بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة واللي كتعلقنا طبعا ب تصحيح نماذج من امتحانات إقليمية قسم السادس ابتدائي، طبعا مع شرح مفصل. نبدأ على بركة الله. فعطنا طبعا أي دورة يونيو 2021، يعني السنة الماضية. الأعداد والحساب، ضع وانجز. السؤال الأول، ضع وانجز، ثم أحسب ما يلي، ثم هنا ضع وانجز، هنا أوجد الخارج المطبوق نعم، بدأوا بهذا العدد والحساب. ضع وانجز، إذا قبل ما نحسبوا هذه، إذا محسوبة بين قوسين، غنشدوا هنا، غنديروا طبعا 64.75، نضيف إليها، نحط الواحد تحت الواحد، لاحظوا 14، نحطوا هنا الفاصلة، نديروا هنا نفس الفاصلة هذه تحت الفاصلة. هنا 15، 5 زائد 5 10، نعم نحسب واحد، 7 و1 8 و1 9، هنا 4 زائد 4 8، 6 زائد 1 7، نعم إذا شحال خرجت لنا 78.6. هنا دابا نديرو 284 ناقص 78، نحط الواحدة تحت الواحدة، 78.7 أو فاصلة 9، لأن صفر منفصل لا يعتد. هنا نديرو فاصلة ونديرو صفر، إذا 10 ناقص، ممكن نديرو صفر ناقص 9، 10 ناقص 9 1، هذا الواحد نرجعو لهنايا، 4 ناقص 9 ميمكنش غناخدو واحد، 14 ناقص، نديرو الفاصلة أولا، مهمة هادي، 14 ناقص 9 هي 5، هاد الواحد نرجعو لهنا، 8 ناقص 8 صفر، وهنا طبعا 2، إذا 205.1. هذه بالنسبة للعملية الأولى، هذه أولا. دابا غنمشيو ثانيا، ثانيا أحسب ما يلي، نعم عندنا واضحة، أحسب ما يلي، 2 على 3 زائد 1 على 2، 2 على 3 زائد 1 على 2، نعم تقسيم 3 على 4 ناقص 1 على 3. نحسبو هذه العملية هذه، إذا ندير طريقة لا، نضربو هذا في هذا، نديرو 2 في 2 زائد 3 في 1 على 3 في 2، نعم تقسيم، تاني هنا طريقة لا، 3 في 3 ناقص 4 في 1 على 4 في 3. إذا نكمل هنا، 2 في 2 4، 3 في 1 3، هنا على 6 تقسيم، هنا 4 في 3 12، 3 في 3 9، ناقص ناقص 4 في 1 4، إذا شحال عطينا هادي، 7 على 6 تقسيم، شحال عطينا، 5 على 12، علاش؟ لأن 9 ناقص 4 5، موراها القسمة كتولي هي الضرب لكن مقلوبة، في 12 على 5. ممكن نختزل هذه مع هذه، ولكن حنا غنستمر عادي، نحسبو عاد نختزلو، نعم 7 في 12 نحسبو غادي 84، و6 في 5 30. إذا هنا غنقسمو على طبعا 6، نديرو 84 تقسيم 6، و30 تقسيم 6. نوريكم واحد الطريقة أخرى نختزلو قبل. هنا عطينا بعد الحساب دينا 1 14، و30 تقسيم 6 هي 5، إذا ها النتيجة هي 14 على 5. كان بإمكاننا، لاحظوا لو رجعنا لهذه، هاي نديرها هنا، كان بإمكاننا نشدو نقولو هذه 7، نقول شنو هي 12، هي 6 في 2، وهنا 6 في 5، دابا 12 هي 6 في 2، نمشي 6 مع 6، 7 في 2 14، وتقلنا هنا 5. ثاني طريقة، غنمشيو للسؤال الثالث، أوجد الخارج، نعم نقادو هادي، أوجد ضع وانجز. إذا عندنا 23.25، غنضربوها فاش؟ في 47، 7 في 5 35، 7 في 2 14، و3 17،
سبعة في ثلاثة وواحد وعشرين وواحد اثنين وعشرين، سبعة في جوج ربعتاش وجوج ستاش. نديرو النقطة هنا. دابا هنا ربعة في خمسة عشرون، نعم، وربعة في اثنان ثمانية واثنان عشرة، نعم، وربعة في ثلاثة اثناش، اثناش وواحد ثلاثاش، وربعة في جوج ثمانية وواحد تسعة. إذا خمسة هنا عملية الجمع، سبعة اثنان ستة زائد تسعة عشرة، ونحسب صحيح كم من واحد جوج، إذا واحد جوج، إذا ها النتيجة هي 1092.75. غنمشيو دابا للقسمة أو جيل الخارج المضبوط. نعم، عندنا 75.84 تقسيم 24. من الأحسن نحيدو هاد الفاصلة. شحال هذا من رقم؟ واحد جوج، هادو جوج أصفار. حيدنا الفاصلة لأن عندنا جوج أرقام من الفاصلة وزدنا جوج أصفار. إذا 7584 شحال تقسيم 2400؟ بمعنى 75 شحال فيها من 24؟ هي طبعا 3. 3 في 0 0، 3 في 0 0، 3 في 4 12، 3 في 2 6 1 7. هنا 4 8 3، نعم، 5 ناقص 2 3 هنا 0. إذا هنديرو الفصيلة ونزيدو 0 هنا. إذا هنا واحد جوج ثلاثة أربعة، واحد جوج ثلاثة أربعة، نعم، هنا 38 شحال فيها من 24؟ فيها واحد. من الأحسن كنجيبو جوج أرقام مع جوج أرقام، أو هاد الرقم ثلاثة مع هذا. واحد في صفر صفر، واحد في صفر صفر، واحد في أربعة أربعة، واحد في اثنان اثنان. نعم، نديرو الطرح. أربعة ناقص صفر أربعة، ثمانية ناقص أربعة أربعة، بقالنا هنا واحد، 1440. إذا غنزيدو هنايا صفر ونقسمو تاني. إلا درنا ستة، افترضو ستة، ستة في صفر صفر، ستة في صفر صفر، ستة في أربعة أربعة وعشرون، نكتبو أربعة واحد تردم اثنان، ستة في اثنان اثنا عشر، واثنان هي أربعة عشر، وبالتالي العملية خرجت هاهي، أربعة ناقص أربعة زيرو، أربعة ناقص أربعة زيرو. إذا ها النتيجة 3.16، 3.16. دابا نمر إلى المسألة. نقرأ المسألة. وضع سعيد مبلغ من المال في أحد البنوك لمدة سنة بسعر 8%، ووضع أخو حسن مبلغ في بنك آخر بسعر 7%. إذا واحد دار 8%، يعني دو الفائدة بزاف، واحد دار حسن دار بسعر 7% لمدة سنة كذلك، فحصل كل منهما على نفس الفائدة رغم ان هذا السعر الفائده قليل، وحصل على نفس الفائده، وهذا عنده الفائده اكبر من هذا وعنده نفس الفائده، ايهما وضع اكبر مبلغ؟ اذا الا قلنا ما يمكنش يكون هذا حط مبلغ كبير، حط مبلغ كبير مع السعر، مع سعر الفائده كبيره يكون عنده الفائده كبيره، وهذا حط عنده السعر الفائده قليل وعنده نفس المبلغ، بمعنى ان هذا هو اللي حط مبلغ كبير، هذا الذي وضع مبلغ اكبر هو حسن. قوم حسن، هو حسن، إذا جواب حسن هو الذي وضع المبلغ الكبير. ممكن نجاوبوا عليه، نحسبوا المبلغ شحال حط هذا، وشحال حط، شحال حط، كم وضع سعيد وكم وضع حسن، أو لا، أو السؤال حدد المبلغ الذي وضعه سعيد، أو حدد المبلغ الذي وضعه حسن، غنشدوا الفائدة غنضربوها في 100 ونقسموها على 8، غنشدوا ثاني كذلك هذا الفائدة السنوية غنضربوها في 100 ونقسموها على العكس ديال العملية المعروفة. المهم، هذا عنده السعر 8% وهذا 6%، ونفس المدة الزمنية سنة سنة، وعنده نفس المبلغ، بمعنى أن هذا هو اللي حط مبلغ كبير لأن عنده الفائدة قليلة وحصل على نفس الفائدة، معنى أنه وضع مبلغا أكبر اللي هو حسن. نعم، دابا الآن سنمر إلى الهندسة. الهندسة خلقت الصورة. نعم، هنا قالوا لنا أرسموا زاوية او اف قياسها 101. اذا طبعا بحيث واخا نحط الورقة اللي غنجاوب عليها. اذا زاوية قياسها 101، اول حاجة نرسمو الخط الاول، ياك، هادي، هذا هو رأس الزاوية، لان عندنا لاحظوا او اف، هنا غتكون مثلا او، وهنا مثلا اف، ونقللو على هذا. غناخدو المنقالة، قلنا قياسها شحال؟ 101.
إذا 101، لاحظوا معايا مزيان، غنوضعو هنايا، هنا كاينه طبعا الصفر ياك، مادام عندنا الاتجاه غادي هكا، هنا غنحسبو هاد الصفر 10 20. إذا عندنا 0 10 20، مع 70 80 90 101، إذا ها 101. إذا ها لاحظوا، ها 100، بالنسبة لكم ها 101. إذا هنا ندير هنايا قياس الزاوية، طبعا نحتاج إلى المنقار ياك، قالوا لنا هنايا ما طبيعة الزاوية، ماذا نديرو حقا بحال هكا، ونديرو 101. الطبيعة ديالها أنها زاوية منفرجة، منفرجة، علاش؟ لأنها أكبر من 90، أكبر من 90 درجة، نعاود، أكبر من 90 درجة، إذا زاوية منفرجة الطبيعة ديالها. هنا قالوا لنا تاني أرسموا معينا، نعم، قياسه، بحيث عندنا أبي، رسموا أبي هي الأولى، رسموا أبي عندنا فيها 4 سنتيمتر، إذا ناخدو طبعا المسطرة فيها 4 سنتيمتر، ها هي مثلا أبي فيها 4 سنتيمتر، جيد، كتبان ها، ها صفر، ها 4. لاحظوا المراحل اللي غنتبعوها، هنا أ بي، هنا أ، وهنا بي، ها أ ها بي، ونديرو 4 سنتيمتر كاع باش نوضحو المصحح، حنا فاهمين. دي ابي كتساوي 40، ها ابي غادا هكا، خصنا بي تجي في دي تجي هنا، شحال قلنا 40 درجة. اذا غنوضعو المنقالة، نعم 40، ها 10 20 30، ها 40، اذا 40 هي هادي. رسمو واحد الخط، ها رسمو خفيف، حنا كو عندنا طبعا قام رصاص. اذا باش نرسمو طبعا معين، خاص يكون اضلاع متقايصة، اذا نحطو المسمار هنا، اما نعبرو بالمنقالة ولا نعبرو هاد العبر، هذا هو، هذا هو اللي هنا، اما هذا ولا بالمسطرة نديرو تاني 4 سنتيمتر، ثم نشدو هاد القياس نديرو هنا، هو النيت، نشدو لنا الاضلاع ديالو متقايصة. لو تسمحوا لي نحطو بدقة، نعم ها هو، احنا رسمنا طبعا المعين، أول حاجة رسمنا الضلع 4 سنتيمتر، ثاني حاجة رسمنا الزاوية 40 درجة، ثالث حاجة حاولنا نرسم بحال رسم متوازي الأضلاع، دينا هاد العبار هنا، درنا هنا هكا باستعمال بركار، درنا هاد العبار هنا، درنا هنا، ثم انتقلنا من بي، وقمنا ب طبعا وضع قوس، ثم هنا وضعنا قوس، فتقاطعوا عطونا النقطة هنا تكون دي، لأن الزاوية دي أ بي، وهنا تكون أ بي سي دي، دونك بلاتي عندنا هنا، مهم خصنا نجيبوها نيشان هنا، هنا سي أ بي سي دي، ها هو معين، أضلاع متقايصة. وحتى القطراني متعامدان، تبغين القطراني متعامدان، نعم. هنا لاحظوا معايا، هنا اش قالوا لنا؟ ارسموا مماثل الشكل بالنسبه للمستقيم، هذا هو الدي، قم بقص الشكل والصاقه على ورقه حناء، حيت كاين، لاحظوا معايا مزيان النقطه ا شحال بعيده على هذا المستقيم، بعيده بتربيع وحده، هاي نديرو بحال هكا، ها واحد، ثم النقطه بي شحال بعيده، 1 2 3 4، اذا هنا 1 2 3 4، هاي ثم النقطه سي شحال بعيدة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، إذا هنا بعيدة بعشرة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، إذا هنا، إيوا تما غنستعملو المسطرة ونلاقيو هاد النقاط، إذا هاد الطريقة كانت مزيانة، وهادي النقاط صراحة سهلة، هاد النقاط هادي. إذا احنا حاولنا أن نرسم مماثل الشكل، مماثل الشكل، نعم، هذا طبعا من الأحسن نستعملو التربيعات، نحسبو شحال بعيدة هاد النقطة على هاد المستقيم، ثم ندير الممثلة ديالها. عندنا هنا مسألة، قاعة ريادية مستطيلة الشكل، محيطها 6000 متر، وطولها 200 متر، نعم. إذا قال لك أوجد مساحة ديالها،
المساحة ديال الشيء المستطيل هي هو الطول في العرض. لاحظوا معايا الطول مضروب في العرض. شنو عطاونا هما؟ محيط عطاونا طولها، عندنا الطول ها 2000. شنو بقى خاصنا؟ العرض. ما عندناش طول المحيط. اذا لاحظوا معايا انتم كتعرفوا ان المحيط هو هذا، كيتكون من جوج ديال الطول وواحد ديال العرض ياك. اذا باش نقلبوا على العرض، باش نقلبوا على العرض اول حاجه نقلبوا على نصف محيط، نصف محيط المستطيل، نصف محيط المستطيل او قاعه، نصف محيط مستطيل. عايش دوش هادنا السلاف، غنقسموها على جوج، ستة تقسيم جوج ثلاثة، وهاد الأصفار تقسيم جوج ستة، نعم، وهاد الأصفار نحطوهم هنا واحد جوج ثلاثة. إذا هذا شنو هو؟ نصف المحيط هو فيه الطول زائد العرض. إلا بغينا عندنا الطول 2000، إذا 2000 زائد شحال باش تعطينا 3000؟ بمعنى أن العرض، يساوي نصف المحيط 3000 ناقص 2000 اللي هو، نعم، 1000 متر. نعاود أول خطوة، عدنا الطول سطرنا عليه وكتبناه، بقى لنا العرض. شنو عطاونا باش نخرجوا العرض؟ عطاونا محيطها. إذا المحيط شنو هو المحيط؟ هو الطول زائد العرض مضروب في 2. أول حاجة ناخدو عن نصف المحيط، غنشدو 6000 نقسموها على جوج، 3000. هاد 3000 شنو فيها؟ فيها الطول زائد العرض. حنا بغينا العرض، غنديرو هو نصف هذا كامل، نحيدو منه هذا، يعني نصف المحيط نحيدو منه الطول، عطينا العرض. دابا الآن عندنا العرض وعندنا الطول، إذا المساحة غنشدو 2000 غنضربوها في 1000، يعني الطول في عرض، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة أصفار، خمسة ستة وجوج في واحد جوج، ونكتب وحدها هنايا متر مربع، ما نساوهاش كتبوها هنا متر مربع. نعم، هنا دابا لحقنا طبعا القياس، لحقنا القياس. لاحظوا كيفاش غنحاول نرسم مثلا هنا عندنا الكيلومتر والهكتومتر والمتر. اذا عندنا الكيلومتر والهكتومتر والديكامتر، وعاد عندنا المتر، وطبعا من مول المتر الديسيمتر، وهكذا خدموا بهذا بعدا. شحال عندنا هنا؟ 0.00 8 كيلومتر. اذا هذا هو رقم الوحدات، هذاك هو الرقم اللي نحطو في كيلومتر، بحال صفر ونحطو هنا صفر ونحطو هنا 8. 12 الهكتومتر، إذا تحل رقم واحد 2، نحطو هنا 2 ونحطو الواحد، ديما الواحد نحطو في هاد الوحدة ديال الهكتومتر، الواحد شحال 2، نحطو هنا 2 كما تبقى. 30 متر، إذا 30 متر شحال رقم واحد؟ صفر، صفر ونحطو في المتر، ونحط 30 هنا، وهنا 5، ونقوم بعملية الجمع، 5 صفر 8 زائد 3 11 3 1. إذا شنو بغينا حنا المتر؟ نديرو الفاصلة هنا، هي 1310.5، 1310.5، 1310.5. لاحظوا ثاني كيفاش التحويل ديال هذا، عندنا القنطار وكيلوغرام وديكغرام. إذا غنصغبوه دغيا، نصغبو جدول دغيا. هنا عندنا مثلا الكيلوغرام، مهم الهكتوغرام، ديكاغرام، الجرام، نعم الجرام، ديسي جرام، ثم السنتي جرام، وعاد الميليغرام. هذا المهم ما محتاجش. عندنا ثاني الكيلوغرام حداها نقطة، عندنا القنطار، ثم عندنا طن، خصو نكونو حافظين هادشي. 1.5 قنطار، قنطار ها القنطار حطو هنا الوحدات، 1.5 قنطار، 7.5 كيلوغرام، 7 في الكيلوغرام يعني في 7 هي الوحدات، ثم 250 ديكاغرام، 250 شحال من الوحدة زاغر، غنمشيو ديكاغرام وغندير هنا الوحدات، نعم، ونكتبو العدد، نقوم بالجمع ديالهم، صفر، صفر، خمسة في خمسة عشرة، ثمانية، عشرة، ستة، واحد، فين نحولوهم؟ الهكتوغرام، فوالا الهكتوغرام، ها هي، ها الهكتوغرام واحدة، 1600، 1600 هكتوغرام. لاحظوا هنا، هنا عندنا ديال الار والهكتومتر ومربع. اذا هنا نحاولوا نديروها هنايا باش تكون عندنا اكثر وضوح ديال المتر المربع. هنا غنديروا المتر المربع، وهنا ديكا متر مربع،
والهكتو متر مربع، نعم. وهنا الديسي متر مربع، سنتيمتر مربع، والمليمتر مربع. لكن هنا مربع يكون عنده جوج، طبعا جوج خانات، هنا تكون جوج خانات، هنا جوج خانات، نعم. ثم شنو عندنا؟ صفر عندنا 46 متر مربع. إذا المتر مربع هو اللي كيمثلنا طبعا السنتيار، هنا السنتيار، هنا الآر، هنا الهكتار، نعم. عقلوا عليهم، شحال عندنا هنايا؟ 46 متر مربع، حطوا 6 في الوحدة ديال المتر مربع هي 46، ثم 0.14 آر، نحطوا 0 في الوحدة ديال الآر، ديال الآر باغدون، ها الآر 0.14، ثم 9 هكتومتر مربع، ها هي 9، ها الهكتومتر مربع، نحطوا 9. هنا قلنا شحال؟ 0.14 باش ما ننساوش. 6 زائد 4 10، وأربعة وواحد هنا 5 6، هنا 0، هنا طبعا 0، هنا 9. إذا فينا نحولوها الآر، فينا هو الآر؟ هو هذا الآر. إذا عندنا 900.6، أخيرا عندنا هنا نديرو الجدول الأخير ديال المتر مكعب. إذا عندنا مهتموش بالمتر المكعب، نهتمو غير ب، لاحظوا معايا مزيان، ها هو المتر المكعب، الديكامتر مكعب، الهكتو متر مكعب، والكيلومتر مكعب، نعم. ما دام عندنا المكعب، إذا عندنا 3 خانات، ها 1 2 3، 1 2 3، 3 خانات، لأن عندنا مكعب. إذا أول حاجة عندنا 0.005 كيلومتر مربع، إذا نحط الوحدات في المتر المكعب ديالها هنا الصفر، ونحطو شحال كيما 0.2 و5، نعم مزيان. 1250 ديكامتر مكعب، إذا غنجيو لهنا نحطو الصفر في الوحدات الديكامتر المكعب، فين الديكامتر؟ نحطو هنا طبعا 0.5 2 1، ثم 2.75 هكتومتر مربع، فين هو الهكتومتر؟ هنا 2.75. نقوم بعملية الجمع، 0 10 هنا، 13 هنا شحال؟ 5 6 7 8 9، نعم 9. غنحولو الهكتومتر مربع، بمعنى هذا هو الهكتومتر مربع، إذا عندنا 9. شنو جاتنا؟ 9، نعم. دابا ننتقلو للتمرين الموالي، شيقول لينا؟ تهريج على شكل متوازي مستطيلات، قاعدته على شكل مستطيل، نعم، وطوله 6 وعرضه ما عطاولناش شحال، 3 أرباع، 3 أرباع طوله. إذا كان ارتفاع السيج يساوي مجموع الطول والعرض فاحسب حجمه. إذا هو شكون هو الشكل متوازي مستطيلات؟ متوازي مستطيلات مثلا جينا نرسموه، واخا ما عندناش هذا متوازي مستطيلات، مثلا داير بحال هكا. إذا خاصنا يكون عندنا الطول، ويكون عندنا العرض، ويكون عندنا الارتفاع. شحال عندنا الطول؟ طوله 6 متر، ها الطول كرون ال، طول 6 متر، مزيان. عرضه 3 أرباع طوله، يعني هو 6 مضروبة في 3 أرباع، 3 أرباع من طوله. 6 في 3 شحال؟ 18، 18 على 4 هي 4.5، نعاود. عرضه 3 أرباع طوله، يعني 3 أرباع من 6 في 6. إذا 3 × 4 = 6 × 3 18، 18 × 4 = 4.5. دابا ارتفاعه يساوي مجموع طول وعرض القاعدة، إذا الارتفاع هذا هو ال صغيرة، وهذا ال كبيرة، يعني لونغور لارجور العرض. طول الارتفاع هو اش، كيساوي المجموع هو ال زائد ال صغيرة، هو 6 زائد 4.5 اللي هي 10.5 متر طول زائد. إذا بغينا الحجم، الحجم ديالو هو الطول 6 × 4.5 × 10.5، تتساوي لنا وتخرج لنا بالمتر مكعب، تخرج لنا المتر مكعب. تحسبوا هذه العملية، نقوم بالحسب، نحسبها هنا،
اعتذر، عندنا باش نحسبوها قلنا شنو الطول؟ 6، 6 في 4.5. هيا نقلب على شي ورقة، شي وسخ مثلا. نعم، اذا عندنا 6 في 4.5، 6 في 35، 6 في 4.24، 3 في 27. هاد 27 غنضربوها في 10.5 اللي هو الارتفاع، 10.5 في 27. 7 في 5 35، 7 في 0 0 3 هي هادي، 7 في 1 7، ثم 2 في 5 10، 2 في 0 0 1 هذا الاحتفال، 2 في 1 2، إذا 5 3 8 2 كنجمعو، فعندنا غتجي 283 فاصلة طبعا 283 فاصلة 5، نعم 283 فاصلة 5، إذا هذا هو متر مكعب، 283.5 متر مكعب، نعم. إذا دابا الآن سننتقل إلى التمرين الأخير، قلبوا فين نكتبوا، نعم الوسخ، يمثل طبعا جدول التالي عدد التلاميذ الذين شاركوا في رحلة مدرسية، ها عدد الأولاد، المستوى الأول، المستوى الثاني، المستوى الثالث، المستوى السادس، حنا عندنا في المدرسة، نعم، قالنا عدد الأولاد شحال والبنات شحال في الأول، 12 14 وهكذا، مهم. المستوى الثاني 11 13، الاولاد 11 والبنات 13، الثالث 14 الولد و13 البنت، والخامس الرابع قد قد، والسادس الخامس الاولاد 9 والبنات 15، والسادس 16 الولد و12 البنت. كم هو عدد التلاميذ اللي شاركوا في الرحله؟ هذو هما التلاميذ اللي شاركوا. اذا باش نعرفوهم غنجمعوا هادشي كامل، غنديروا 12 زائد 14 زائد 11 زائد 13 زائد شحال عندنا هنا 14 مع 13 ثاني، حنا طحنا المستوى الثالث، زائد ماذا 15 زائد 15، ثم زائد 9 زائد 15 زائد 16 زائد 12، إذا المجموع ديالهم كنجمعهم كاملين، أنا نحسبهم 12 زائد 14 26، 26 وهنا 24 50، 50 50 60 70 77 77 107 107 116 126 131 131 28 هي 159 تقريبا، قيل 159. من نعاود الحساب ديالهم، تحسبوا المجموع، هذا هو عدد التلاميذ، ايهم اكثر البنات ام الاولاد؟ اذا نحسبوا شحال كاين ديال الاولاد ونحسبوا شحال كاين ديال البنات، شوفوا اكثر هنا 12 و11 23 23 33 37 37 47 52 52 61 77 وهنا 14 البنات و13 و13 26 40 40 هنا 70 82. إذا البنات هما اللي أكثر، عدد البنات أكثر من عدد الأولاد، إذا عدد البنات أكثر من عدد الأولاد. ما هو المستوى اللي تساوي فيه عدد البنات وعدد الأولاد؟ شنو المستوى اللي تساوي فيه؟ لاحظ هنا كاين 12 14 مختلف مختلف هنا مزال. إذا هو المستوى الرابع، المستوى الرابع فاش تساوى